بدأت إيران بتحشيد قطعاتها العسكرية عند الحدود العراقية، وذلك لشن عملية عسكرية محتملة على أراضي إقليم كردستان. هذه المرة التفاصيل قادمة مباشرة من وكالات الأنباء الإيرانية، وكالة تسنيم الإيرانية إيران انترناشنال، ووكالة تسنيم الإيرانية أيضا لم تكتفي بنشر هذه الأنباء بل إنها نشرت مقطعا مصورا لهذه القطعات العسكرية وهي تتجه مباشرة باتجاه الحدود العراقية. وكما نلاحظ هنا القطعات، واضح جدا بأننا أمام سلاح ثقيل هو الذي يتجه باتجاه الحدود العراقية، وواضح جدا بأن العدد أيضا ليس قليلا من هذه التحركات التي ترونها. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن كانت هنالك صفحة إيرانية أخرى ألا وهي إيران ديفنس، كما ترونها هنا نشرت مقطعين مصورين من زوايا مختلفة لهذه القطعات التي تتجه أيضا باتجاه أراضي إقليم كردستان وعلى الحدود مع إقليم كردستان بكل تأكيد. وسترى بأن العدد ليس قليلا أبدا، وهذه طبعا التحشيدات كلها تمت يوم أمس كما نرى وكما هو واضح بهذا الشكل، وكما هو واضح بأن هذا السلاح الذي اتجه تجاه الحدود العراقية هو عبارة عن مدافع، راجمات صاروخية، دبابات وحتى مدرعات. وكما نلاحظ من خلال الشعار الموجود هنا، إذا ما اقتربنا منه للتعرف على طبيعة هذه القوات التي تتجه باتجاه الحدود العراقية، فإنها هذا الشعار متطابق تماما مع فرع المدرعات التابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، هو الذي ينقل المدرعات والدبابات وطبعا المدفعية والراجمات الصاروخية. وهذا قد يعني الكثير لما ممكن أن نتوقعه باتجاه الحدود مع إقليم كردستان. وكما نلاحظ هنا، هذه الحدود طبعا الفاصلة بين العراق وتحديدا إقليم كردستان، وهذه هي الأراضي الإيرانية، وطبيعة التحشيدات هي تأتي بطبيعة الحال إلى هذه المنطقة التي ترونها، والهدف الأساسي طبعا هو لمواجهة الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة المنتشرة بين محافظتي السليمانية وأربيل، وهذا من أجل نزع السلاح من هذه الأطراف وغلق مقارها وغيرها كخيار عسكري إيراني تهدد به إيران دائما، وذلك بسبب أن هنالك معاهدة أمنية وقعت بين إيران وبين العراق، وهي أوشكت على الانتهاء وأوشكت على النهاية. وصلنا تقريبا قريبين ونحن قريبين جدا من 19 من سبتمبر، وهي نهاية والتاريخ النهائي لهذه المعاهدة، وإيران لا تريد أن تعطي ساعة واحدة زيادة على هذه المعاهدة، وبالتالي هي بدأت الآن تحشد لأن لديها ملاحظات على الجانب العراقي بأنه لا يطبق ما هو عليه بحسب هذه الاتفاقية وما العراق قد ألزم نفسه به من هذه المعاهدة. فالعراق من المفترض أن ينزع السلاح من هذه الأطراف وأغلاق مقارها وأبعادها من الحدود، ولكن إيران لديها ملاحظات حول هذه المسألة، ولذلك هي تهدد بشكل مستمر. ويجب أن ننتبه بأن إيران بنقلها للراجمات الصاروخية وكذلك للمدفعية، هذا يعني بأننا في بادئ الأمر إن بدأت إيران بهذه العملية العسكرية سنبدأ وسنشاهد قصفا كبيرا ومكثفا على أماكن تواجد هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة. ووجود طبعا الدبابات والمدرعات هي أيضا مسألة مثيرة، وهي يوضح وهذا يوضح بأن الأمر سيذهب إلى أبعد من عمليات القصف. فكما نتذكر العام الماضي كنا أمام عمليات عسكرية لنفس هذه لهذه الأسباب، وكنا أمام قصف كبير من قبل الجانب الإيراني، والضربات مثلا لو أخذنا سيدكان وسوران على سبيل المثال كانوا قد قصفوها بعنف كبير وبضربات كبيرة للغاية، وهذا ما قد يرشح بأن بعد الضربات الإيرانية ستفكر إيران بالتقدم البري، وهذا يعني بأن إيران قد تضرب بداية المقار الخاصة بهذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، تضرب مراكز القيادة، تجبر من هم في الخطوط الأمامية في الجبال من هؤلاء الجنود مع الوقت يحاولون استنزافهم ويجبرونهم على الانسحاب من هذه المنطقة، ومن ثم تقوم إيران بعملية التقدم بقوات الحرس الثوري الإيراني الخاصة بها لكي تخلق منطقة آمنة وعازلة داخل الأراضي العراقية، داخل أراضي إقليم كردستان، كما تفعل تركيا مع حزب العمال الكردستاني. لكن هذه العملية ليست سهلة لأنها منطقة وعرة وجبال، وهؤلاء مقاتلين
كرد يعرفون كيف وكيفية القتال في مثل هذه الجبال وفي هذه التضاريس. المثير بهذه المسألة أن التحرك الإيراني الذي يأتي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الذي نراه هو يأتي في نفس اليوم الذي وصل فيه وزير الخارجية العراقية سيد فؤاد حسين إلى طهران، ظهر بهذا الشكل مع وزير الخارجية الإيراني، كلام جميل، كلام إيجابي عن تطبيق الجانب العراقي للمعاهدة، أو العراق بدأ يطبق المعاهدة الأمنية وما هو ملزم به، وحتى إجابات إيجابية من الجانب الإيراني. ولكن ها نحن نرى القطاعات العسكرية تأتي لقطاتها أثناء هذا اللقاء، كانت هي تتحرك باتجاه الحدود مع العراق. وما هو أخطر من هذه المسألة، جاءت أيضا التفاصيل ليلة يوم أمس من نفس الوكالة الإيرانية التي نتحدث عنها، وهي وكالة تسنيم، قالت بأن هنالك شحنة أسلحة تمكنت إيران من ضبطها جاءت من الحدود الشمالية الغربية لإيران، في إشارة لإقليم كردستان بأن شحنة الأسلحة كانت قادمة من إقليم كردستان إلى داخل إيران. وتحدثوا عن شحنة كبيرة من الهراوات، من القبضات لطبعا الصعق الكهربائي وأيضا السكاكين، وقالوا بأن هذه الشحنة هي أكبر شحنة للأسلحة الخفيفة والبيضاء دخلت من هذه المنطقة إلى الداخل الإيراني، وقالوا بأنها دخلت من أجل أن تصل إلى الأطراف التي تقوم بأعمال الشغب كما تصفها إيران، في إشارة طبعا إلى التظاهرات القادمة، ألا وهي تظاهرات مهسا أميني التي لم يتبقى عليها وعلى ذكرها السنوية إلا 48 ساعة من الآن. هذه التظاهرات تعتبر أخطر تظاهرات واجهها النظام الإيراني على الإطلاق. والمثير بأن القوة التي ضبطت شحنة سلاح بحسب ما تحدثت عنه وكالة تسنيم طبعا هي قوات حمزة سيد الشهداء التابعة للحرس الثورية الإيرانية المسؤولة عن هذه المنطقة، وهي نفس القوة التي قامت بكل الضربات التي شهدناها العام الماضي على الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، إن كانت الموجودة طبعا في محافظة أربيل أو حتى في محافظة السليمانية. بالتالي هو أمر خطير للغاية، والأرقام التي ذكروها أرقام كبيرة لهذه الشحنة التي سنلاحظها. لاحظ التفاصيل هنا وما ذكروه، هنا يتحدثون عن أكثر من 18,000 هراوة، وكذلك أيضا أكثر من 52,000 قبضة صعق كهربائية، وأكثر من 52,000 سكين. ولكن هنالك ملاحظات على الخبر، إذا ما لاحظنا وركزنا قليلا سنلاحظ بأننا أمام نفس العدد للسكاكين هنا مع قبضات الصعق الكهربائية 52,961، نفس العدد هنا مذكور. وكما نلاحظ بأن نوعا ما ليست هنالك سبيس أو مسافة بين الرقم وبين الألف، مما يوحي ومما نوعا ما يعطي فكرة بأن هنالك نسخ لصق لهذا الرقم، وهذا دائما ما يضع الشكوك على طبيعة التقارير الإيرانية من تفاصيل تذكر. وأيضا الصورة التي نشرت على هذه الوكالة لشحنة السلاح توضح لك صورة تظهر فيها مسدسات، لا تظهر فيها السكاكين، لا تظهر فيها الهراوات أو غيرها مما ذكر من هذه المعلومات. وبالتالي قد لا نكون أمام معلومات دقيقة 100%، ولكن إيران تحدثت بشكل رسمي أن هذه الشحنة قد دخلت من شمال غرب إيران، أي في إشارة لإقليم كردستان، ودخلت إلى الداخل الإيراني، وبأنها لأعمال الشغب والتظاهرات وغيرها، وهذا قد يكون إثبات كافي لإيران للقيام بما تخطط له. والمشكلة أن هذه التحشيدات الإيرانية هي ليست الأولى تجاه حدود العراق وحدود إقليم كردستان تحديدا، بل كنا في نهاية شهر مايو من هذا العام أمام تحشيدات أخرى أيضا ظهرت فيها المدفعية والراجمات الصاروخية وغيرها، وتم تأكيد من قبل الأوساط الإيرانية بأنها تتجه إلى حدود إقليم كردستان. أيضا جاءت بعد العديد من التهديدات بكل تأكيد تجاه الجانب العراقي. ولكن في نفس الوقت هنالك معلومات مثيرة أيضا ذكرت من نفس هذه الوكالة في أنباء سريعة حول هذه التطورات التي نتحدث عنها. ذكروا طبيعة الاتفاق الذي جرى مع العراق، خاصة أثناء عدد من الزيارات التي قام بها العراق إلى الجانب الإيراني، ويبدو بأن هذا الاتفاق نوعا ما وضعت تفاصيله عند زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران، والذي ذكر بأنه تم الاتفاق مع العراق أولا على تفكيك مقار الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، وهذا ما سيدفع هذه الأطراف إلى الانسحاب في نهاية المطاف من النقاط ومن هذه المقار التي تشتكي منها إيران. وبعد ذلك كمرحلة ثانية سيكون هنالك نزعا للسلاح لهذه الأطراف.
وقبل تقريبا ساعة من الآن كانت هنالك أنباء قادمة من وكالة روداو أكدت بأن بعض الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة بدأت بالانسحاب من الحدود مع إيران، وبأن هنالك قوات للحدود بدأت تملأ هذا الفراغ بين الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة وبين العمق الإيراني. ونشرت هذا المقطع الذي ترونه من خلال هذه الوكالة ليس واضحا إذا ما كانت هذه هي القطاعات الخاصة ببعض الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة التي بدأت بالانسحاب، أو هو حرس الحدود الذي يتجه طبعا إلى هذه المنطقة. ولكن إذا ما ركزنا قليلا إلى طبيعة هذا المقطع وحاولنا أن نتقدم قليلا في الوقت هنا، سنلاحظ بأننا نوعا ما أمام عربات لهمرات من صناعة أمريكية كما هو واضح، وستكون هذه اللقطات أكثر وضوحا ممكن أن تكون هنا. لاحظ هذه هي العربات، وطبعا هذه الجماعات الإيرانية الكردية المعارضة لا تمتلك مثل هذا التسليح، وهذا قد يعني بأننا أمام حرس الحدود يتجه لهذه الحدود. ولكن الحديث عن بعض الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة، وهذه هي وهنا تكمن مشكلة إيران. فوكالة التسنيم التي تحدثت عن هذا الاتفاق الذي جرى مع الجانب العراقي أكدت الآتي، ولاحظ هذه المسألة المهمة، قالت: إذا لم يتم تفكيك مقرات المجموعات بشكل صحيح أو إذا رفض البعض منهم القيام بذلك فسنعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الاتفاق، ونحن سنقوم بواجبنا في حماية أمن البلاد. والمشكلة كنا في 48 ساعة الماضية أمام رفض من حزب حياة حرة الكردستاني، رفضوا تماما نزع السلاح الخاص بهم، رفضوا تماما أيضا مسألة أخذ بالتهديدات الإيرانية، بل إنهم طالبوا بأن يكون هنالك تضامنا مع الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان لمواجهة التهديدات الإيرانية. بالتالي ليس واضحا كيف من الممكن لهذه الأطراف جميعها أن تقبل بالشروط التي تحدثنا عنها. وما يزعج إيران كثيرا هي بعض البيانات الصادرة من هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، على سبيل المثال الحزب الديمقراطية الكردستانية الإيرانية المتواجد طبعا في إقليم كردستان وتحديدا بشكل مكثف في محافظة أربيل، كانوا قد نشروا في 9 سبتمبر نوع من التعليمات والاتفاق الذي جرى بين الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة والأحزاب الموجودة في إقليم كردستان عن تضامنهم مع تظاهرات مهسا أميني وذكراها السنوية. فذكرت هذه الأحزاب جميعها هنا، وذكروا عددا من النقاط، 5 نقاط، وطبعا من ضمن هذه النقاط قالوا بأننا يجب أن نتجه بشكل واضح إلى الإضراب، إغلاق المحال، إيقاف كل شيء في ذكرى تظاهرات أو ذكرى سنوية لتظاهرات مهسا أميني في 16 سبتمبر، أي بعد يومين من الآن ونحن نتحدث. وأيضا طالبوا بأن تكون هنالك تظاهرات مساندة لتظاهرات مهسا أميني، وأن يكون هنالك زيارة لقبرها وقبور أيضا من سقطوا كقتلى من قبل النظام الإيراني، كما يتحدث الحزب الديمقراطية الكردستانية الإيراني خلال هذه التظاهرات. وبالتالي هم يساندون التظاهرات التي تجري في الداخل الإيراني التي تتحدى إيران، وهذه واحدة طبعا من أسباب الانزعاج الإيراني الواضح من هذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة.